وضع الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول حدا للتكهنات وأعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في 24 من يونيو حزيران. وكانت أحزاب معارضة قد راهنت على احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية وبالتالي لمنافسته للرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان. لم يكن الرجل وحيدا، بل قيل إن فريق عمله الرئاسي مكون من طليعة الأعضاء في حزب العدالة والتنمية كأحمد داود أوغلو وبولانت أرينج. لكن سرعان ما تبددت هذه الادعاءات بعد تصريحات أدلى بها الرجلان عقب لقائهما كل على حدة مع مرشح العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. لم ولن أتواجد في أي عمل سياسي خارج سقف حزب العدالة والتنمية، ولا أرى ذلك من المناسب لأخلاقي السياسية، وبهذا أؤكد على أن قرار العدالة والتنمية يمثل قراري أيضا، وأن رجب طيب أردوغان مرشح الجميع للرئاسة. ادعاءات ترشح عبد الله جول استأثرت بالكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل الأوساط التركية، لما سيكون لها من أثر واضح على نتائج الانتخابات، فللرجل رصيده القوي في الشارع التركي، راكمتها خبرته في العمل السياسي وقيادة الدولة. حينما طرح حزب السعادة اسمي وبدأ تداوله حول الترشح للرئاسة، لم يكن الأمر بالتنسيق معي ولم أكن على اطلاع عليه، وبعدها وصلني طلب من قسم كبير من الكتلة التي أنتمي إليها والبيئة التي أنا فيها، معتمدين على تجربتي وخبرتي في الحياة السياسية وإدارة البلاد، لكن طالما أنه لا يوجد توافق لكتلة ما حول اسمي فلا يمكن الحديث عن ترشحي للانتخابات المقبلة. أحزاب المعارضة طالما أكدت استعدادها للانتخابات المبكرة، إلا أن الارتباك ظهر جليا في التوافق على مرشح لمواجهة أردوغان، فبعض أحزاب المعارضة لم تعلن عن أسماء مرشحيها للرئاسة، والبعض الآخر تأخر كثيرا. رغم تميز الرجل في حياته السياسية وحظوظه الكبيرة في الانتخابات المقبلة باعتراف الكثيرين، إلا أن عبد الله جول لن يترشح للانتخابات الرئاسية، آخذا بعين الاعتبار حساسية المرحلة الراهنة وضرورة الحد من التجاذبات والانقسامات السياسية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، من القصر الرئاسي في إسطنبول. ومن إسطنبول ينضم إلينا الأستاذ إسماعيل كايا، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. الآن مع إعلان عبد الله جول عدم ترشحه وأنه ليس لديه نية بالأساس للترشح، هل هذا يعتبر فوزا محققا لأردوغان؟ لا يمكن الحديث عن حسم الانتخابات بهذا الشكل المبكر جدا. يمكن الحديث عن اختلاف كبير حصل لو في حال ترشح عبد الله جول او عدم ترشحه، يوجد اختلاف كبير. لو ترشح عبد الله جول بممثلا لجميع احزاب المعارضه التركيه كنا نتحدث عن جوله اولى اصعب بكثير. الان نتحدث عن سيناريوهات الجوله الثانيه. عبد الله جول خرج من صراع الانتخابات قبل دخوله فعلا، ولكن هو لم ينفي وجود نيه مسبقه في حال حصول تحالف من المعارضه. الان المعارضه فشلت في المرحله الاولى بتوجيه مرشح موحد للمعارضة التركية يمثلها في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن باعتقادي أن التحدي الأبرز الآن هل يستطيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز المرحلة الأولى بحسم 50% زائد واحد؟ هنا السؤال المهم. في حال لم يستطيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات، سيتم الانتقال لجولة ثانية. في الجولة الثانية سيكون مرشح واحد عن المعارضة، ربما تتكاثف حوله بشكل كبير، وهنا ربما نشهد سيناريو مماثل جدا لما حصل في الاستفتاء الذي جرى في أبريل من العام الماضي. في الاستفتاء تجمعت جميع أحزاب المعارضة ضد تكتل أنتي أردوغان أو المعارضين لأردوغان وتجمع له، وبالفعل حصل على 49% من أصوات الناخبين. يعني في حال انتقلنا لجولة أخرى من الانتخابات نتحدث عن منافسة قوية. ما زالت يعني جميع استطلاعات، هل لدى الأحزاب المعارضة أسماء قوية تطرحها سيدي؟ هل لدى المعارضة أسماء قوية تطرحها وتكسب ثقة الناخبين؟
حتى الآن لا يوجد أصوات قوية. زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي كان من الطبيعي جدا أن يدخل الانتخابات يبدو أنه ما زال عند قراره لن يدخل الانتخابات، ما زالت مباحثات قوية داخل الحزب، على الأغلب سيتم ترشيح محرم إنجي أحد النواب الأقوياء داخل الحزب، ولكن ليس لديه شعبية كبيرة أو كاريزما معروف بالشارع التركي. بالمقابل يوجد ميرال أكشنار زعيمة الحزب الجديد المنشقة عن حزب الحركة القومية الحزب الجيد، وهو حزب جديد وتمتلك بعض الشعبية في الشارع التركي، ولكن ليست بالخطورة التي يمكن أن تمثل أي خطر على استمرار أردوغان بالحكم. بينما حزب الشعوب الديمقراطي لم يبدو حتى الآن أنه لا يفكر فعليا بتقديم مرشح، وبالتالي نتحدث عن مرشحين ضعفاء مقارنة بشخصية وتاريخ ومكانة أردوغان في الشارع التركي. دعنا نعود إلى الرئيس السابق عبدالله جول، لماذا راهنت عليه المعارضة بالأساس وهو رفيق مسيرة درب أردوغان ومؤسس حزب العدالة والتنمية معه؟ يعني من أين جاء هذا الرهان ولماذا اخترته المعارضة؟ يعني الاقتراح الأولي بدأ من حزب السعادة، هناك تقارب بين حزب السعادة زعيم حزب السعادة وعبدالله جول، اقترح عليه الأمر وعبدالله جول بنفسه لم ينفي أنه أبدأ استعدادا في حال حصول توافق من المعارضة. المعارضة راهنت بشكل عام على أنه اختراق من داخل الحزب الحاكم وإظهار أن الحزب الحاكم يعاني من مشاكل وانشقاقات وانقسامات، وكانوا يعولون بشكل أكبر على انضمام بعض رفاق عبدالله جول المبتعدين بشكل ما عن حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة كأحمد داود أوغلو وبولاند آرنش وغيرهم، ولكن تغيرت الأمور بشكل سريع. أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق أعلن تأييده لأردوغان بشكل مطلق، وبولاند آرنش أعلن ما يمكن أن نسميه حياد معين في هذه الانتخابات، وبالتالي بقي عبد الله جول واجه معارضة كبيرة من حزب الشعب الجمهوري. القاعدة البرلمانية في الحزب رفضته بشكل كبير، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنار أصرت على ترشحها، وبالتالي كان ترشحه سيكون خاسر بدرجة كبيرة وحظوظه تكون قليلة. ورجل بحجم عبد الله جول لديه الخبرة السياسية والمكانة لم يكن بوده المجازفة بهذا القدر في انتخابات لا تحقق له الحظ الأدنى من الفوز فيها. ماذا عن ميول الشارع التركي اليوم؟ هل قد تمنح أردوغان ولاية أخرى؟ يعني جميع استطلاعات الرأي المقدمة حتى الآن، وهي جزء منها حزبية لا تعبر بشكل دقيق، ولكن لا أحد ينكر يعني كل الأجواء بالشارع تشير إلى أن أردوغان ما زال يتمتع بالأغلبية الشعبية الأوسع بالشارع التركي، ولا أحد ينافس في ذلك. الآن الحديث عن يعني الاحتمالات التغيير تأتي من منطلق واحد، هل المعارضة التركية قادرة على التوحد خلف صوت واحد؟ كما ذكرت سابقا في الاستفتاء عندما توحدت المعارضة على رفض أردوغان بالاستفتاء حصلت على 49% وشكلت خطر ما على استمرار الحكم. الآن بالجولة الأولى الفرص ضعيفة جدا، أعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيركز بالدرجة الأولى بشكل كبير جدا على حسم الجولة الأولى من الانتخابات، ستكون فرص أعلى لأن المعارضة تكون متشتتة، ولكن في حال تمكن المعارضة من تشتيت الأصوات في المرحلة الأولى والانتقال إلى جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية سنشهد نفس الشيء، تكتل للمعارضة خلف المرشح الذي سينتقل إلى المرحلة الثانية، وسنرى منافسة أقوى، ولكن هذا لا ينكر أن أردوغان ما زال يتمتع بالأغلبية. شكرا لك الأستاذ إسماعيل كايا الكاتب والمحلل السياسي.